يا أولاد سندرس موضوع المصادر الغنية بالكوتين. كيف الأسبوع الفارط احنا قرينا الحالي بمشتقاته، هذا الأسبوع سندرس المصادر الغنية بالكوتين. كيما شكون؟ اللحم. شكون يعطينا احنا اللحم؟ شكون الحيوانات الآن؟ ليسا. كيف شكون؟ البقرة، الخروف، الماعز، الديك الرومي. أحسنتي عايشة، الديك الرومي والأرنب. الحيوانات اللي يعطونا اللحم. احنا قلنا كي نهزوا اللحم باش يمشي، وين نذبحوه احنا اللحم؟ وين؟ في الأباتوار. في مكان اسمه أباتوار. أباتوار. تقوم عملية الذبح في الأباتوار. بعد شكون من يبيع في اللحم؟ شكون شو اسمه؟ الجزار. يبيع اللحم، وبعد يمشي للغران سيرفاس، نلقاه غادي موجود اللحم في الغران سيرفاس. نلقاه، قلنا هو اللحم هو أهم مصدر للبروتين. بروتين. هذيك علاش من المستحسن احنا نلقاوه ديما في الخبا بتاعنا، موجود في الخبا بتاعنا، باهي ومدنا بالقوة والنشاط والحيوية. أحسنتم. إلى المصدر الثاني الغني بالبروتين اللي هو الأسماك. أسماك. عندنا اللحم وعندنا الأسماك. وين تعيش الأسماك؟ وين تعيش؟ في البحر. في البحر. الأسماك تعيش في البحر. كيفاش احنا نقوم بصيد السال الأسماك؟ كيفاش؟ كيفاش؟ قلنا البحارة. وين يركبوا هما؟ في الزورق. وبعد كيفاش يقوموا هما بعملية الصيد؟ كيفاش؟ نرميه اشبك في البحر، ومن بعد تجينا صيد وفير، تجينا برشا اسماك، برشا اسماك يصطادوا برشا الاسماك، ومن بعد وين يهزوهم؟ يهزوهم المحشي. شكون وش اسمه هو اللي يبيع في الاسماك؟ شو اسمه؟ احنا قلنا اللي يبيع في اللحم اسمه الجزار. واللي يبيع في الحوت شو اسمه؟ حوت. نمشيو سوبر مارشي ونمشيو لغرون سيرفاس، نلقاو الأسماك. أسماك. نمشيو نشرو أسماك، ما عندو شكون شو اسمه هو قلنا؟ الحب. الحوت. حوت. هو اللي يبيع الأسماك. أسماك. شكون يبيع الأسماك؟ حوت. حوت، أحسنتم. قلنا المصدر الثاني الغني بالبروتين هو الأسماك. أسماك. أسماك. أحسنتم. الغني بالبروتين اللي هو البيض. هو غني جدا بالبروتين. البيض شكون يعطينا احنا البيض؟ شكون؟ الدجاجة. نعرف شكون يعطينا البيض؟ الدجاجة. تعطينا البيض. قلنا الدجاجة تقعد على البيض نتاعها لمدة 3 أسابيع. ثلاث أسابيع. 3 سومان تقعد، ومن بعد شنو يخرج من البيض؟ الفراخ. من البيض تفقس البيض يوليو فراخ. قلنا مالا شكون قلنا حتى؟ وقلنا الأهم المصادر الغنية بالبروتين اللي هما البيض، اللحم، والأسماك. هما 3 مصادر مهمة في تغذية حياة الإنسان اليومية. باهي هذاك علاش يلزم احنا، شنو يلزم احنا؟ يلزم كل يوم موجود
العنصر هذا في الخطان تاعك باهي، يا اما البي والا لحم والا السمك. السمك يس موجود في الخطان تاعك، فهمنا احسن. جيم هو مهم في تغذية حياة الإنسان اليومية، هو مهم في تغذية حياة الإنسان اليومية. احنا كي ما ناكلوش احنا كل يوم، ما ناكلوش احنا كل يوم المصادر غني بروتين كسواء عندنا اللحم او الاسماك او البيض، كيفاش يولي بدننا احنا؟ كيفاش يولي جسم الانسان؟ هزيل. كيفاش يولي جسم الانسان؟ هزيل. حتى ضعيف هزيل. كيف احنا ناكلوه هكا في الخبام تاعنا يوميا بدا موجود، كيفاش يولي؟ قوي. قوي جسم الانسان؟ قوي. ودائما في نشاط وحيويه. هذاك علاش قلنا البروتين هو مهم جدا في تغذية حياة الإنسان اليومية، تفهمنا؟ أحسنت.